أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أكد مصدر أمني لموزايك أن أعوان منطقة الأمن الوطني بالعمران تمكنوا مساء أمس الخميس 7 أكتوبر 2021 وإثر كمين محكم بجهة حي ابن خلدون من محاصرة تونسي وليبي كان على متن سيارة قام بسرقتها من ليبيا صحبة عنصر ثالث تونسي بعد إطلاق النار على صاحبها. وأفادت الأبحاث بأن المتهمين اعترضوا سبيل المتضرر وهو على متن سيارته بإحدى طرقات طرابلس متوجها إلى تونس وأطلقوا عليه النار بواسطة سلاح ناري ثم افتكوا منه سيارته وتمكنوا من إدخالها التراب التونسي بعد إدخال تغيير عليها. وحسب محاضر البحث فإن المتضرر استرجع سيارته فيما تم إيقاف العنصر الثالث والاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على ذمة البحث. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإلى اللقاء.